أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه وبعد، فقد انتهينا في اللقاء الذي سبق إلى قول الله جل وعلا من سورة الفجر: كلا بل لا تكرمون اليتيم. وبينا أن كلا عود على بدء، بمعنى ليس الأمر كما تقولون ولا تزعمون في قولكم أن الإنسان إذا أكرم في الدنيا دلالة على الكرامة في الآخرة، وأن التضييق في الدنيا دلالة على التضييق في الآخرة. ثم قال الله جل وعلا: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، أي ليس فيكم من يحض بعضكم بعضا على إطعام المساكين. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة قال في خطبة له: أطعم الطعام. فإطعام المساكين قربة عظيمة لله جل وعلا. وقد يقول قائل إنه في زماننا هذا ربما استغنى الناس عن هذا كثيرا، وهذا في ظاهره حق، لكن الإنسان إذا توخى بيوتا يعرفها وطرق بابها يريد أن يتقرب إلى الله بالإحسان إليها، فإن الله يقول وقوله الحق: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قال جل وعلا: ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أي الميراث أكلا لما أي شاملا، وتحبون المال حبا جما. أما الأصل أن الله فطر قلوب بني آدم على حب المال، ولهذا قال الله عن الأخيار عن خلقه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فبين جل وعلا أنهم يحبونه، مع أنه جل وعلا يتحدث عن كرام خلقه. وتحبون المال حبا جما أي حبا زائدا يدعوكم إلى معصية الله. وهذه الأمة أكثر فتنتها في المال ثم في النساء، في المال ثم في النساء. فأما المال فالفتنة فيه أن يجمعه المرء من غير حله، وأما النساء فالباب في هذا الحديث واسع وقد مر معنا. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا تكرار للزجر. قال جل وعلا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. إذا لما يستقبل من الزمان، وإذ أيها المبارك لما قد مضى، وكلا من إذا وإذ أوعية زمنية، ظروف زمنية. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، هذا يوم القيامة. لما تدك؟ لتستبدل بغيرها. قال الله: يوم تبدل الأرض غير الأرض. ومن عظمة يوم القيامة أن الله يحشر الخلق على أرض لم يعصى عليها جل وعلا قط، حتى تكون أهلا أن تضاء بنور الله. قال الله جل وعلا: وأشرقت الأرض بنور ربها. فما دامت الأرض التي نحن عليها دنست بمعاصي بني آدم فليست أهلا لهذا المقام. فلهذا قال الله جل وعلا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، ذهبت بالكلية، بدليل قوله في سورة إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك وتقف، مجيء يليق بجلاله وعظمته، وكل ما خطر ببالك فالله غير ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يجيء جل وعلا مجيئا يليق بجلاله وعظمته ليحكم بين خلقه ويفصل بين عباده. الله يقول: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وجاء ربك، والملك هذه الواو واو حال، ومعنى الآية والملك صفا صفا، أي حال الملائكة يوم مجيء الله كيف يكونون صفا صفا. ومر معنا أن أهل المحشر صف ماذا؟ صف واحد، لا يوجد في أهل المحشر أحد وراء أحد يحجبه، كل أهل المحشر صف واحد. أما الملائكة
فقال عنهم ربهم صفا صفا. وقال ربنا يخبر عن مجيئه في آيات عدة: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. يسره الله علي وعليك. قال الله هنا: وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ أي يوم تدك الأرض دكا دكا وتبدل، هذه النون التنوين تنوين عوض. وجيء يومئذ بجهنم، هذا اسم من أسماء النار. وجهنم أخبر الله أن لها سبعة أبواب، وتفرح عياذا بالله بمجيء أهلها إليها، ويسمعونها قبل أن يدخلونها زيادة في النكال: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان أي ما قد مضى، وأنى له الذكرى أي لا ينفعه التذكر للاستبعاد، يقول أي الإنسان المفرط: يا ليتني، تستخدم في اللغة للتمني للشيء الذي محال أن يقع، وأما الذي يرجى أن يقع يستخدمون له لعل. قال قائلهم: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب والشباب لا يعود، لكن لعل تستخدم للرجاء. قال الله هنا يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. اللام تحتمل معنيين: إما أن تكون لام توقيت، ولام التوقيت جاءت في الإسراء، الله يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أي من وقت دلوك الشمس إلى غسق الليل. وإما أن تكون للعلة، يعني للمستقبل، يصبح المعنى: يا ليتني قدمت في الدنيا لحياتي الأخروية. هذا على المعنى الثاني. على المعنى الأول لام التوقيت يعني: يا ليتني قدمت لحياتي، أي حين حياتي عندما كنت حيا، يا ليتني قدمت عملا صالحا ينفعني في حياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ يقول رب العزة: لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وهذا معنى قول الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. يوم القيامة، وهذا مستفيض، إنما الحساب والتقاص بالحسنات والسيئات، موازين تنصب، وكفة ترجح وكفة ترجح. ويقول ابن مسعود أو غيره من السلف: سحقا أو بعدا لمن غلبت آحاده عشراته، لأن الله جعل الحسنة بعشرة أمثالها ولم يجعل السيئة تضاعف، وجزاء سيئة سيئة مثلها. الآن ينشد المؤمن: ما الذي يثقل به الميزان؟ ما الذي يثقل به الميزان؟ جاء في الحديث الصحيح أن ما يثقل به الميزان حسن الخلق، وهذا عام، فمن حسن الخلق حسن التعامل مع الله وعدم ظلم العباد. لكن في آخر اللقاء سننبه إن شاء الله إلى ما يثقل به الميزان. نكمل التفسير. قال الله جل وعلا: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ثم قال الله: يا أيتها النفس المطمئنة، هذا نداء تنادى به النفس المطمئنة على الأظهر حال الموت، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. من خلقك؟ الله. من أطعمك؟ الله. أنت من عبدت؟ أيتها النفس عبدت الله، فارجعي إلى الذي أكرمك بأن تعبديه راضية مرضية، هو راض عنك فأكسبك الرضا في قلبك. وهذا تناداه كل نفس مؤمنة ختم الله لها بخير ووفقها في الدنيا لجليل الأعمال، وهو مطلب عظيم ومرتقى صعب. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. معنى ادخلي في عبادي: الخلق الذين يموتون كفر، فهذا يموت في سلك الملحدين، وهذا يموت في زمرة اليهود،
وهذا في زمرة النصارى، وهذا في زمرة الفساق. هناك فئة منذ آدم إلى قيام الساعة، فئة اصطفاها الله جل وعلا، رزقها في الدنيا، رزقها في قلوبها حبه، وأرشدها إلى طاعته وأعانها على طاعته. هؤلاء يحشرون مع بعضهم البعض، ولهم زمرة تكتنفهم وإن تباعدت أزمنتهم. ولهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كانت أم المؤمنين عائشة قد أسندته إلى بين صدرها ونحرها، وهو قبل أن تسنده كان يقول: أين أنا غدا، أين أنا غدا. عرفوا أو عرفنا نساءه، عرف نساءه أنه يريد بيت عائشة، فمر في بيت عائشة. وهو قبل أن يموت كان يقول لها دوما: إن الأنبياء يخيرون عند الموت ما بين الخلد في الدنيا وما بين لقاء الله ثم الجنة. فجاء الملك إليه صلوات الله وسلامه عليه يخيره، فعائشة لا تسمع سؤال الملك ولا قوله، تسمع ماذا؟ جواب النبي صلى الله عليه وسلم. فالملك يقول له دون أن تسمعه، يخيره ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة وما بين لقاء الله ثم الجنة. قالت: فسمعته يقول، والآن هي أقرب الناس إليه جسدا، مسندته إلى صدرها ورحها، مسندته إلى صدرها ونحرها. قالت: سمعته يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم المقصودون بقول الله: فادخلي في عبادي. أي أحد الآن، حتى نحن الآن نخرج من هذا المسجد المبارك، كل مجموعة تذهب سويا بصرف النظر عما يجمعها، زمالة جاءوا في مركب واحد، جيران يسكنون في بناية واحدة، يذهب الناس زمر. وكذلك الأرواح إذا صعدت تذهب إلى الزمرة التي هي منها، والإنسان أدرى بنفسه كيف يقضي نهاره، كيف يقضي ليله. والأهم هو أصلا قلبيا يحب يحشر مع من، حتى إن لم يدركه بعمله أدركه بنيته. الله يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فعلى الأقل لو أن شابا عزم على التوبة لكنه يجد في نفسه عدم قدرة على ترك بعض المعاصي، والموت لا يدرى متى يقع، فعلى الأقل يبيت في قلبه بصدق أن يتوب إلى الله جل وعلا. فإن لم يلق الله وقد تخلصت جوارحه من الذنوب، فعلى الأقل تخلص قلبه من الران وأصبح مقبلا على الله. ولا بد أن يتبع الإيمان، يتبع الإيمان العمل. قال الله جل وعلا: فادخلي في عبادي. هؤلاء العباد الذين أثنى الله عليهم وقال لهذه النفس المطمئنة ادخلي في زمرتهم وكوني معهم، يأتي الجواب الآخر لسؤال متوقع مطروح بحسب لغة أهل العصر: أين مقرهم، أين مكانهم، أين مآلهم؟ قال الله: فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي، فتمرين على عبادي أولا ومعهم تدخلين جنتي. والجنة أدخلنا الله وإياكم، كتب الله لأهلها الخلود الأبدي فيها. وقد مر معنا مرارا، وهذا من حسن القول الذي يكرر: إن من أهل الجنة لمن ينظر إلى وجه الله بكرة وعشية. ولا يمكن أن تكون هناك عطية أرفع من أن يصل العبد بإيمانه وأعماله التي هي من رحمة الله إلى مقام
يخلد فيه في الجنة ويمتع برؤية وجه الله بكرة وعشية. والله إن البشر ليقع على وجهك وأنت ترى والديك، فكيف إذا رأيت ربك ورب والديك؟ كلما دعاك الشيطان إلى أن تعصي الله فتذكر ما نعمة أن يجعلك الله ممن يمتع برؤيته، فإنك إذا تذكرت جلال الله، جلال الله وعظمته وجماله وكماله، اشتاق قلبك إلى هذه النعمة. وهذا والله أعظم، إذا وقر في القلب أعظم ما يحجم بالعبد عن المعاصي. قال الله عن أهل معصيته يبين نكاله لهم، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يمنعون يحجبون من رؤية وجه الله. فدل على أن أعظم النعيم رؤية وجه الله الكريم جل جلاله، ونحن على يقين أن أعمالنا، أقوالنا، أفعالنا، سرائرنا لا تؤهلنا لهذا الأمر البتة. لكن كما نقول في هذا الدر في هذه الدروس وغيرها، المعول على رحمة الله وحسن الظن به جل وعلا. ختم الله لي وبكم بخير، وجعلنا الله وإياكم ممن يمتع برؤية وجهه الكريم في جنات النعيم، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.